ازاي بنبتدي يومنا مهم جدا جدا، علشان اليوم كله يبقى له رتم مظبوط. اللي بنعمله في اول ساعة او ساعتين الصبح هما اللي بيظبطوا اليوم كله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ في صديقات كتير بيكتبوا لي اليوم ما يبتديش الا لما نشوفك ونسمعك، وده كانه بقى حتى في حياتي انا كمان، ان انا حابه ان انا اقابلكم واسمعكم. وحاجه غريبه جدا ان بقعد اتخيل نفسي قاعده معاكم في مكان وقاعدين بنتكلم ونتجاذب اطراف الحوار والكلام ده. فيعني هذه العلاقة الافتراضية شيء لطيف جدا جدا. أنا سعيدة جدا جدا بالموضوع ده في حياتي، وسعيدة إن وجودي في حياتكم عامل فرق. بس مش هو ده الموضوع اللي عايزة أكلمكم فيه النهاردة. عايزاكم تتخيلوا معايا كده نهر. النهر ده بيتدفق، وبعدين في جزء من المجرى بتاعه في صخور وعوائق وشجر واقع وزبالة وحاجات زي كده. لو معانا جهاز بيقيس السرعة، سرعة تدفق المواقع، وده حقيقي، في أجهزة بيستخدموها المهندسين بتتحط في أي مجرى يقيسوا سرعة تدفق السائل فيه. وجينا بعد هذه الحتة اللي ملخبطة، اللي مليانة بقى قاذورات على صخور على فروع شجر وقع على الكلام ده، وقسنا السرعة. هل تفتكروا ان السرعة هتكون نفس سرعة تدفق المية قبل هذه العوائق؟ طبعا لا، مش ممكن هتكون سرعة المية وتدفقها هنا هي نفس سرعتها بعد ما حطنا لها هذه العوائق. حالة التدفق دي موجودة، وهي حالة من حالاتنا احنا البني ادمين. في حلقتين من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد كنت بتكلم فيها عن الحالات المختلفة اللي بنبقى فيها على يعني في مراحل مختلفة في حياتنا. والدعاء طبعا في الحلقتين دول كان اللهم أصلح أحوالنا. فأحوالنا جمع حالة، فاحنا في حالات مختلفة. فالإنسان بيجي عليه لحظة بيكون في حالة التدفق، يقولك flow status. حالة التدفق دي يعني انه ماشي في حياته بسلاسة بأقصى سرعة ممكن يمشي بيها. فازاي بقى نصل لحالة التدفق دي؟ دي حاجة من الحاجات اللي انا درستها في بيئة العمل، لكن لقيت انها مهمة جدا جدا ان احنا حتى نطبقها على حياتنا الشخصية. ازاي اخلي الموظفين بتوعي في حالة التدفق دي؟ ازاي انا كمدير احط نفسي في حالة التدفق دي؟ ان انا ماشي في سكتي بدون عوائق، انتاجيتي عالية جدا جدا. ليه احنا عايزين نحط نفسنا في هذه الحالة، حالة التدفق؟ لان النتائج اللي بنحصل عليها في واحنا في هذه الحالة بتبقى يعني نتائج مذهلة مذهلة. لو انا طالب بفهم بسهولة، بخش الامتحانات احل بسهولة، مش حاسس بضغط نفسي، صاروخ. يقولك ده يعني زي السكينة في الحلاوة او زي السكينة في الزبدة. تخيلوا كده، الزبدة نص سايحة وسكينة حامية وبنقطع، واو، بسهولة. إلا بقى لما تبقى سكينة تلمى وبتقطع في حاجة
صعبة وجد جد 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 ومش عارفين نقطعها. فإزاي بقى نوصل لحالة التدفق دي، وإزاي نحصل على النتائج المذهلة دي؟ والنتائج المذهلة يعني المرحلة اللي احنا فيها هي اللي بتحدد ايه النتائج المذهلة. هل مثلا لو دخلت وقفلت الامتحان وجبت 100% ده نتيجة مذهلة؟ يمكن في فترة من الفترات كانت هو ده تقييمي للنتيجة المذهلة. لما كبرت واتجوزت وخلفت وكنت بكمل دراستي، النتائج المذهلة هنا بقى اختلفت. ده انا عايزة انجح من اول مرة، انا مش عايزة اعيد الامتحان. ايه ده؟ في لحظة كده فكرت ايه ده، انا بتكلم ليه زي الخايبين كده؟ بعدين فكرت وقفت مع نفسي ولقيت لأ، انا ما بتكلمش زي الخايبين ولا حاجة. انا كل اللي حصل ان انا عندي ادوار كتيرة وعاملة زي مهرج السيرك اللي راكب عجلة على الحبل وبيمشي بيها ومعاه كمان 5 6 كور قاعد عمال بيطيرهم في الهواء. فازاي عايزه اجيب هنا 100% وهنا 100% وهنا 100% وهنا 100%؟ كان لازم حاجه معينه اغير مقاييس ومعايير ادائي فيها. فوصلت ان انا انا عايزه ادخل الامتحان ده وانجح، سواء بقى جبت 70% 80% 90، مش هو ده اهم حاجه عندي، ان انا ما عيدوش تاني. فتعريف النتائج المذهله اللي احنا بنسعى ليها ده بيرتبط بالمرحله اللي احنا موجودين فيها، وبيرتبط بالعوامل اللي هقول لكم عنها بقى. النتائج المذهله دي عامله زي المعادله الرياضيه، كفة بتساوي كفة، وفي الكفة دي في 3 4 حاجات. تعالوا بقى أكلمكم عنهم واحدة واحدة. يبقى عندنا في الكفة دي النتائج المذهلة اللي عايزين نحصل عليها. الكفة التانية بقى فيها ايه؟ أول حاجة فيها الوقت، لأن يعني سبحان الله الوقت هو الشيء الوحيد في حياتنا اللي ما نقدرش نقعد نعدله ونتلاعب فيه. وتلاقي الأفلام اللي هي الخيالية والخيال العلمي، كل الفكرة الأساسية للفيلم معتمد على التلاعب بالزمن، أروح للماضي أو أسافر للمستقبل أو أوقف الزمن أو أعمل أي حاجة. سوبرمان في الفيلم القديم بتاع الستينات لف حوالين الكرة الأرضية وخلاها تغير مسارها عشان يرجع ينقذ حبيبته. فالزمن ما اقدرش اغيره لانه مش مرتبط بيا كبني ادم، لا ده مرتبط بحركة كونية اكبر مني بكتير، حاجة ما اقدرش اتحكم فيها. ما اقدرش اتحكم في حركة الارض حوالين الشمس، وما اقدرش اتحكم في حركة الشمس حوالين مركز المجرة، وما اقدرش اتحكم في حركة مجرة درب التبانة حوالين مركز الكون. ما اقدرش اتحكم في اي حاجة من الحاجات دي. فالزمن اول متغير او اول عامل في هذه المعادلة، اول عنصر من العناصر اللي موجودة في الكفة دي الزمن. والزمن يعني من قديم البشرية الناس حسبوه ان هو 24 ساعة في اليوم، 365 يوم في السنة، 4 فصول، الشهر السنة فيها 12 شهر. فاحنا مش هنعيد اختراع الحاجات دي، احنا ماشيين على ده. حياتي وزمني متقسم لثواني، دقائق، ساعات، ايام، اسابيع، شهور، سنين. ما اقدرش اتغير، ما اقدرش اغير حاجة فيه، خلاص هو ده الستراكشر، الهيكل التنظيمي للوقت اللي لازم اتبعه، فخلاص مش هغيره. تاني بقى عنصر من العناصر اللي موجودة في الكفة دي هو الانرجي، طاقتي. والطاقة هنا 3 انواع من الطاقات، يمكن كلمتكم عنها قبل كده.
الطاقة الجسدية، ان انا صحية عندي طاقة عندي قدرة ان انا اتحرك، ان انا اروح، ان انا انزل، ان انا اركب مواصلات، ان انا اخد عربيتي امشي في الزحمة، اروح المكان اللي انا فيه، ارجع انظف، اذاكر، اطبخ، اقابل اصحابي، كل ده محتاج طاقة. والطاقة بقى بتعتمد على قوتي الجسدية، بتعتمد على صحتي، بتعتمد على نوعية الاكل اللي باكله، بتعتمد على التوكسينز اللي بدخلها جوه جسمي، اذا كنت بشرب سجاير ولا بشرب خمرة ولا بشرب حشيش ولا بشرب اي بلوى سودة. طاقتي العقلية كمان، في طاقة عقلية، عشان كده مثلا تلاقي في لحظة من اللحظات انا مش قادر اعمل حوار دسم، ما عنديش الطاقة العقلية، او عايزة اتفرج على حاجة عبيطة في التلفزيون لان ما عنديش الطاقة العقلية. النوع الثالث بقى من الطاقة هي الطاقة النفسية، مشاعري. اذا كانت الطاقة العقلية بتتحكم في مدى فهمي للامور وتحليلي للامور وكل الفونكشنز والوظائف اللي انا بعملها بمخي، طاقتي النفسية بقى هي بقى المشاعر بقى. انا حاسس بايه؟ احيانا يقول لك انا منهك نفسيا، يعني انا صارعت مجموعة كبيرة من الاحاسيس النيجاتيف لمدة طويلة قوي من الزمن، فخلاص انهكتني، خدت طاقتي النفسية. فتاني عنصر في الكفة دي هو الطاقة، والطاقة تحت منها ثلاث حاجات: طاقتي الجسدية وطاقتي النفسية وطاقتي العقلية. ثالث عنصر من العناصر دي هو التركيز. مخنا يعني اذا كنا بنشبهه بالكمبيوتر احيانا، ده لمجرد تسهيل فهمنا لمخنا، لكن مخنا اعقد من اعقد سوبر كمبيوتر في العالم بمراحل. في تجربة غريبة قوي قوي عملوها، جابوا روبوت وحطوه وعلموه ازاي يعدي الشارع، ودخلوا في البروجرام بتاعه كل البيانات اللي اعتقدوا انها ملائمة جدا للكمبيوتر اللي جواه عشان يحسب ويعدي الشارع، سرعة العربية والمسافة وسرعة العجل بتاعته وكل الكلام ده، وحطوه وعدى الشارع، وحطوه تاني وعدى الشارع، وحطوه تالت ما عداش الشارع. ساعة، اتنين، تلاتة، عايزين يراقبوا في ايه، في ايه تلات ساعات الكمبيوتر اللي هو الروبوت ده مش راضي يعدي الشارع، لغاية بعدها راح معدي الشارع. فشافوا الكاميرا اللي صورت حركة الروبوت ده، فلقوا حاجة عبيطة جدا جدا، لقوا ان كان في عربية ركنة عربية ركنة تعامل الروبوت معاها ان لا ده في عربية واقفة، انا مش هقدر، ما ينفعش، مع ان سرعتها زيرو، ساعد عمال يحسب ويحسب 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 وما عداش الشارع. فاهو دي حاجة بسيطة. تخيلوا بقى كده بقى عندنا في 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 شوارعنا المزدحمة، لما تلاقوا رجل او سيدة او حتى ست معاها طفل او مجموعة اصحاب وبيجروا بيعدوا الشارع، كم الحسابات اللي بيعملها مخنا، اللي لو مسكنا الورقة والقلم وعملنا معادلات رياضية هتذهلوا من كم المعلومات اللي لازم مخنا يتعامل معاها عشان مجرد انه يعدي الشارع. شوفوا بقى كم الوظائف اللي بنعملها على مدار اليوم والحسابات اللي بنعملها. يعني انا شوفوا دلوقتي انا قدامي اللي انا شايفاه، شايفه التسريحه، شايفه
سامع صوت جاي من الشباك، بتكلم معاكم، بحاول اجمع افكاري، ببص لنفسي في الشاشة، بفكر بعد شوية هنزل اروح مشوار، كل الكلام ده عشان اقوله خدت 3 4 دقايق، لكن عشان افكر فيه اخدت اقل من ثانية، وكل الكلام ده هو at the same time. فكل ده بيستهلك من طاقتنا بقى الجسدية والعصبية والنفسية. ليه؟ لأن مفيش فوكس، مفيش تركيز. لما أركز اهتمامي أمنع الهدر في الطاقات دي. فتالت عنصر من العناصر اللي موجودة في الكفة دي هو التركيز. أنا بركز على إيه؟ وده بيدخلنا في العنصر الرابع، أولوياتي. إن أنا في اللحظة دي لازم أركز على أهم شيء موجود لازم أهتم بيه في اللحظة دي. أنا دلوقتي عايزة أكلمكم عن هذا الموضوع. من ساعة كنت قاعدة عمالة أقرأ النوتس بتاعتي اللي أنا كتبتها عن هذا الموضوع. تفكيري مش إن أنا هصور الفيديو، تفكيري إن أنا ألم اكبر قدر من المعلومات الكويسة المهمة المفيدة اللي كذا اللي كذا اللي كذا واكتبها ومركزة عليها وحط فيها وقتي، مخصصة لها وقت، وحط فيها طاقتي بجميع انواع طاقتي الجسدية والعقلية والعصبية وكذا وكذا وكذا. بعد بقى ما جيت عشان اصور دلوقتي انا حاطه كل تركيزي في اهم مهمه موجوده دلوقتي، وهي ان انا اسجل الفيديو ده. بعد شويه هروح في حاجه تانية، فهحط طاقتي ووقتي ومجهودي وتركيزي في الحاجه دي. فكل لحظه لازم نكون بنعمل اهم حاجه مفروض اعملها في هذه اللحظه. لو جمعت العناصر دي كلها مع بعض، تخيلوا كده معادلة رياضية، عشان احصل زي مثلا النتائج المذهلة على مقياس من 1 لـ100، انا عايز اوصل لنتائج في الموضوع ده 100%. لو التايم حطيت لها ساعة يعني 1% والطاقة حطيت لها مثلا 25% والتركيز 1% والشيء ده ما كانش مهم قوي، ضيعت الوقت والجهد والطاقة 25% وما طلعتش النتائج المذهلة اللي انا نفسي فيها. طب اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه عشان اعيد هندسة المعادلة دي، عشان اطبقها على حياتي؟ اول حاجة اني اختار الحاجات المهمة في حياتي. عارفين انا كلمتكم قبل كده على تجربة البرطمان والحجارة والرملة والزلط والحاجات دي. تخيلوا كده لو مليت البرطمان بالرملة الاول والحصى، مش هلاقي مكان احط فيه الحجارة المهمة، الحاجات اللي ليها اهمية في حياتي. دلوقتي مثلا اهتمامي بولادي اختلف عن ما كانوا بيبيهات صغيرين، وهم بيبيهات صغيرين يمكن كنت بهتم بالرعاية اكتر من التربية، فالاهمية كانت بتروح للاعمال الخاصة بالرعاية، انظفهم، ااكلهم، اشوف ممغوص ازاي، الكلام ده كله. لما ابتدوا يكبروا ابتدت الأهمية تتغير وتصب أكتر على التربية، علمهم الصح من الغلط، علمه إزاي يذاكر لوحده، علمه إزاي ياخد قرار مع نفسه، علمه إزاي يتكلم مع الكبار صح، علمه إزاي يحارب الخوف اللي جواه. ودي بقت التربية، الأهمية اختلفت. ما عدتش بهتم قوي أكل إيه، شرب إيه، استحمى ما بفيش بامبرز بغيرها، خلاص الفوكس بقى، التركيز بقى بتاعي. وانا قاعدة بشتغل ما فكرش في البيت. دي كانت
مشكلة، وبتقابل ستات كتير قوي قوي قوي، انه هي في الشغل يبقى قلبها ومخها في البيت، في ابني اللي انا سايباه في الحضانة، في جوزي اللي انا متخانقه معاه، في معرفش ايه، في ايه مخي في حته تانية، فمش قادره اركز على الحاجه اللي في ايدي. لما اكون بذاكر ما اقعدش بقى افكر بقى في البنت اللي انا بحبها وعايزه اعلقها وعايزه اتكلم معاها وعايزه اقضي الوقت معاها والكلام ده. لما اكون بذاكر ما افكرش بقى في الولد، هنزل قبله بقى بعد شويه ومش عارف ايه والكلام ده. لو عملت كده، لو سمحت لنفسي ان انا في الوقت اللي مفروض اذاكر فيه سمحت لمخي انه يروح حته تانية، مش هحصل على النتائج المذهله ابدا ابدا. لو انا في الشغل وسبت لمخي الحريه انه يروح يفكر في حاجات تانية، مش هركز في الشغل ومش هجيب نتيجه كويسه. لو انا في البيت وقعدت افكر في المدير المقرف وفي كذا وفي كذا وفي كذا، مش ههتم ببيتي، مش هاخد بالي، جوزي هيرجع يلاقيني مكشره ومبوزه وحالتي حاله. لو اما ارجع البيت واقعد افكر في المشاكل اللي في الشغل والكلام ده، هبقى قرفان من مراتي، هبقى قرفان من ولادي، هبقى زوج زي الزفت. وده يفكرني بفيديو عملته قبل كده اسمه خليك اب لذيذ، يمكن احطها لكم في الفيديوهات تحت الفيديو ده لانه ظريف جدا. فاهم حاجه التركيز. دلوقتي انا اخترت المهمه، اخترت العمل اللي هعمله، اركز بقى قوي عليه. وكل ما الاقي مثلا من ضمن الحاجات مثلا في الصلاه، كلنا بنعاني التركيز في الصلاه، التركيز في الصلاه، وفي احاديث عن التركيز في الصلاه والكلام ده، لان ده شيء طبيعي، لان شيء طبيعي ان وانا بشتغل في عمل ما ابص الاقي مخي قاعد عمال سرحان في حاجات تانية، فده هيحصل. فاروح اشده، تعالى تعال تعال خليك هنا، خلينا في الملف اللي في ايدينا ده، خلينا في الشغلانه اللي في ايدينا دي، خلينا في الطبخه اللي بنطبخها دي، خليني مركزه مع ابني. فالتركيز. وبعدين بقى اشوف طاقتي بقى، صحتي شكلها ايه، الاكل اللي باكله شكله ايه، نومي شكله ايه، حالتي النفسيه شكلها ايه، الاسترس اللي بحطه على نفسي، اني بسيب نفسي كده اتوه في مشاكل ودوامه مشاكل والكلام ده. وطاقتي العقليه، بشتت طاقتي العقليه في ايه، في مشكله فلانه وعلانه والبلد والاقتصاد والدنيا والمش عارف ايه والكلام ده. فلما اقعد عشان اتكلم مع ابني ابقى قاعده متنبله متنحه، او اسيبه مع نفسه ومع اصحابه وانا ما اعرفش اي حاجه عنه. فاشوف طاقتي بانواعها الثلاثه رايحه فين. واخر حاجه بقى الوقت، وقتي. وفي اعيد لكم التمرين ده تاني واعملوه تاني، لو ما سمعتوش الفيديو ده انا حتى مش فاكره انا اتكلمت في انهي فيديو عنه. اعملوا كده جرد للوقت بتاعكم، هاتوا ورقه وقسموا الورقه دي نص ساعه نص ساعه نص ساعه نص ساعه، وفي كل نص ساعه اكتبوا انتوا كنتوا بتعملوا ايه. هتفهموا قوي وقتكم بيروح في ايه، ولما بيضيع الوقت بيضيع في ايه وازاي. هتكتشفوا مثلا ان في صديقه من صديقاتكم لما بتتصل بيكم بتقضي اليوم كله، بتقضي على اليوم، ما بتروحوش في حته. هتكتشفوا مثلا ان الوقفة في المطبخ بتاخد وقت كتير قوي قوي مني. دي مثلا من الحاجات اللي انا فكرت فيها، انا مش عايزة اقضي حياتي في المطبخ. طب ايه بقى الوجبات السهلة اللي ممكن اعملها وفي نفس الوقت مغذية؟ ايه الحاجات اللي ممكن اعملها؟ عشان كده مثلا فكرت مثلا اشتري ايه اجهزة تساعدني في المطبخ، مش الكيتشن ماشين والمش عارف ايه والكلام ده. وتلاقي البنت مجهزة نفسها بحاجات ما بتستخدمهاش. انا لو في حاجات اساسية في حياتي في مطبخي، ثلاث حاجات من الاجهزة الكهربائية دي كلها، ثلاث اجهزة، كبة صغيرة
شايفين كبة، حتى مش كيتشن ماشين وعجان ومش عارف ايه والكلام ده، كبة صغيرة وحلة رز بالكهرباء وسلو كوكر. التلات ادوات دول كافيين جدا جدا، وما عنديش اجهزة غيرهم على فكرة. ممكن لا عندي مثلا طحانة بتطحن التوابل دي انا بحبها، لاني بحب اشتري التوابل ناشفة مش مطحونة وانا اطحنها. ايه تاني عندي؟ جوسر مثلا بيعمل بياخد العصير من الخضار، وده انا جبته مؤخرا ما جبتوش من زمان. عندي خلاط عشان السموديز، بس برضو دي ممكن استعيض بيها بالكبة. فدول الثلاث حاجات اللي بستخدمهم كل يوم كل يوم كل يوم، وبيسهلوا لي حاجات كتير قوي. حلة الرز ما بقعدش بقى افلفل الرز والكلام ده، وانا بقى بعمل فيها المحشي، بعمل فيها رز باللحمه ورز بالخلطه ورز بالفراخ وبرياني ومش عارف ايه في حله الرز، وبعمل فيها اكلات تانية كمان. وسلو كوكر لاني بحط فيها الاكل واسيبها تشتغل طول الليل، وتاني يوم يبقى عندي الاكل خلصان. فافكر بقى وقتي بقى بيروح في ايه وبيضيع في ايه، اسهل ازاي على نفسي. اخطط يومي، اخطط اسبوعي، اخطط الشهر، اخطط السنة، اعمل حاجات كده بيني وبين نفسي، ان انا اجهز اللبس اللي هلبسه مثلا. يعني في الفترة اللي انا كنت بشتغل فيها بره وبخرج كل يوم، كان لازم في الويك اند اجهز 5 تطقم، 5 تطقم لل5 ايام، عشان مش كل يوم اقعد افكر هلبس ايه وهعمل ايه والكلام ده. وكنت بجهز الطقم كامل بالاشارب بتاعه، لو في اكسسوارز هلبسها معاه، بكل حاجة، عشان اسرع على نفسي الصبح. كل يوم اكتب التودو ليست بتاعتي، الحاجات المهمة اللي انا عايزة اعملها، وارتبهم كمان بحيث ان انا ابتدي بالمهمة قوي الاول، عشان لو اليوم لاي سبب من الاسباب اتضرب، يبقى انا نفدت باهم 3 حاجات في اليوم ده. انك تشوف وقتك بيروح في ايه، ده مهم جدا. انك تشوف الحاجة اللي بتستهلك طاقتك العقلية. انت بعد ما بتقعد تلعب جيمز، الشباب اللي بيقعدوا يلعبوا جيمز بالساعات، بعد ما بيخلص الجيم ويقعد ساعة واتنين وتلاتة واربعة، بيبقى متوه، ما عندوش طاقة عقلية يقرأ حاجة عدلة، او يتعلم حاجة مفيدة، او يتفرج حتى على حاجة مفيدة، لان الجيم استهلكت كل طاقته العقلية. في كتب لما ابتدي اقراها ابص الاقيها محتاجة مني تركيز جامد جدا، دي مثلا ما اقراهاش قبل ما انام، لانها كده بتشفط طاقتي العقلية، ببقى خلاص مخنوقة مش قادرة. في ناس الكلام معاهم بياخد طاقتي النفسية، وده برضو فيديو تاني اسمه عملته اسمه مصاصي الطاقة، الناس اللي بتمص طاقتنا ونبقى مش قادرين. لما احط ال4 عوامل دول مع بعض، اكيد هحصل على النتيجة المذهلة اللي انا نفسي فيها، لان ال4 عوامل دول مع بعض بيحطوني في حالة التدفق اللي قلت لكم عليها في الاول، ان انا كده نهر. لو استغليت وقتي غلط، ادي اول عائق. لو سمحت لحاجات تاخد الطاقة، انواع الطاقات بتاعتي بدون داعي، حطيت تاني عائق. لو مركزتش، حطيت تالت عائق. لو محددتش اهمية الاعمال اللي انا بعملها، حطيت رابع عائق. النهر المتدفق ده بقى فيه 4 عوائق بتحد منه، بدل ما كان ماشي بكامل سرعته في الاول، بق تدفق قل. ده اللي انا كنت عايزة اكلمكم فيه النهاردة. طيب نطبق ده الكلام ده ازاي بقى؟ اقول لكم. اول حاجة نبتدي بوقتنا، هاتوا ورقة وقلم وقسموا الورقة لجدول. بلاش تبتدوا بنص ساعة، قسموه ساعة ساعة ساعة، اعملوا جدول فيه 24 خانة.
اللي هي الـ24 ساعة في اليوم. وعلى مدار اليوم، خلوا الورقة دي معاكم في جيبكم، على مدار اليوم يعني أنا مثلا هحط من ضمن الحاجات إن أنا استعديت للتصوير ساعة وصورت نص ساعة، أدي ساعة ونص، وجالي تليفون اتكلمت فيه نص ساعة، وبعدين جالي ميتنج زوم ميتنج قعدنا فيه ساعة ونص، وبعد كده قعدت في المطبخ ساعتين، وبعدين يعني قعدت انضف مثلا ساعتين، قعدت مع الولاد كذا، نمت 7 ساعات، واحط كل ده في الجدول بتاعي، وابتدي اشوف بقى المكالمة دي اللي خدت نص ساعة هل كانت ليها لازمة؟ ما كانش ليها لازمة؟ مفيدة؟ مش مفيدة؟ زودت فيا حاجة ولا نقصت مني حاجة؟ وابتدي احلل انا يومي رايح فين. ده انا قعدت اتفرج على التلفزيون 3 ساعات، بتفرج على التلفزيون اشوف. دي اول حاجة، نشوف وقتنا ونعمل جرد لوقتنا بيستهلك في ايه. ممكن ما يكفيناش يوم على فكرة عشان نفهم وقتنا بيستهلك في ايه، فممكن نعمل الكلام دوا يوم واثنين وتلاتة. الحاجة التانية بقى نشوف طاقتي، نبتدي بالطاقة الجسدية، اكتبه، يا ترى صحتي شكلها ايه، يا ترى نومي شكله ايه، يا ترى الغذاء والاكل اللي باكله شكله ايه، يا ترى امتى اكتر وقت في اليوم اللي بتبقى طاقتي فيه عالية جدا جدا، يا ترى الصبح، يا ترى بعد الظهر. ليه بقى؟ عشان لما اجي اعمل الاعمال المهمة اركزها في الوقت ده اللي طاقتي فيه اعلى ما يكون. يا ترى طاقتي النفسية عاملة ايه؟ هل في ناس قاعدة عمالة بتمص طاقتي دي؟ مين؟ فلان وفلان 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 وفلان. ابتدي احدد بيني وبين نفسي هتعامل مع ده ازاي، واتعامل مع ده ازاي، واتعامل مع ده ازاي. وروحوا شوفوا الفيديو اللي انا هحطه لكم، كذا فيديو يعني مفيدين جدا جدا، ازاي نتعامل مع الناس دول. طاقتي العقلية، اشوف مخي وتفكيري بيضيع في ايه، بيضيع في جيمز، ولا بيضيع في ان انا قاعدة عمالة بفتح السوشيال ميديا واشوف الواتساب يعني في واحدة كلمتني بتقولي انا تعبت من الواتساب. كان في جدال بيني وبينها ان انا بحبش الواتساب وشايلاه، ورجعت حطيته تاني عشان الجروب بتاع اصحابي القدام، لكن مش بهتم بيه قوي. فقلت لها بيشفط كده طاقتي، بحس ان انا بعد ما بفتح الواتساب بقيت زومبي. فقالت لي لا، او ازاي وتبقي على دراية والناس، وفي ناس بتبعت حاجات حلوة قوي ومش عارف ايه. لسه مكلماني وبتقولي انا عملت زيك، انا قفلت الواتساب. ليه؟ ده انتي كنتي من اشد الناس المعجبة بيه جدا. لا، ده استهلك باعصابي وانا بقيت تعبانة ومش قادرة وكل الكلام ده. اشوف طاقتي العقلية بتروح فين. لو بلعب جيمز وبعد الجيمز دي بلاقيني لا قادرة افكر ولا قادرة اشتغل ولا قادر اعمل ولا قادر اذاكر وضيع وقت، اشوف احطها في وقت ازنقها كده في حته ما تزيدش مثلا 7-8 ساعات. وبسمع ارقام غريبه قوي، شباب بيقعدوا يلعبوا بالساعات الطويله دي، لا احط لها ساعه بس، واظبط منبه واعمل واقول للناس اللي حواليا انا مش عايز ازود عن ساعه. فاشوف طاقتي راحه فين، اشوف بقى تركيزي، وانا بعمل هذه المهمه اركز على هذه المهمه. في حاجة اسمها بسميها المهام المتوازية، المهام اللي ممكن اعملها مع بعض. زي مثلا انا عمري ما بنظف البيت الا لما بكون بسمع حاجة مفيدة، لان خدوا بالكم ان في بعض الاعمال اللي بنعملها بشكل اوتوماتيك. كان بابا زمان يقول لنا العربية بتمشي لوحدها، بنوصل عند تيتا، ايه ده فجأة احنا عند تيتا؟ يقول العربية عارفة سكتها. هو مش العربية عارفة سكتها، هو من كتر ما راح هذا المشوار رايح جاي، في يوم ما بنروح عند جدتي هو ما بيفكرش هو رايح،
خلاص واخد طريق الصبح وهو نازل ما بيفكرش، واخد طريقه لغاية شغله. انا كنت بحب اغير طريقي شوية، يعني دي برضو حاجة من الحاجات اللي كانت اللي ممكن نعملها تستيميوليت البرين باور بتاعتنا، ان احنا لو متعودين على سكة معينة نغير الطريق. فاشوف تركيزي وانا بعمل هذا العمل محتاج تركيز اركز فيه. كل ما اقفش نفسي بوندر في حتة تانية او لا 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 فكر هنا ركز هنا. واخر حاجة بقى اللي هي الامبورتنس الاهمية، ان اشوف هل اللي انا بعمله ده مهم ولا لا. ما بقاش سايب شغلانتي الاساسية في الشغل وقاعد بعمل حاجة مثلا زيادة، بجهز لحفلة في الشغل مثلا مع ان الاساس ان انا اكون بقعد قاعد عمال بشتغل على ريبورت معين او على برنامج معين او على حاجة معينة. ما بقاش مثلا مش طبخة اكل كويس وقاعدة عمالة انظف في حتة يمكن جوزي وولادي مش هيهتموا بيها. فنشوف نحدد الاهمية. لو عملنا الاربع حاجات دول اكيد هنحصل على النتائج المذهلة، لان احنا هنصل لحالة التدفق اللي بقولكم عليها. هاخدكم معايا خلال اليوم شبه يعني في الكورانتين دوا والشغل المحدود وعدم الخروج، يمكن لسه يا دوبك هنبتدي نخرج مع ناس تانية. مش عايزة اقول ان اليوم بقى ممل، لان انا مش بمل ولا حاجة. يمكن انتوا تشوفوه انه ممل، لكن انا بحاول ان انا املى يومي بحاجات ظريفة جدا جدا. اولا كتب حلوة جدا بقراها وبسمعها، افلام حلوة بتفرج عليها ومفيدة ولطيفة، ناس بقعد اتكلم معاهم. طبعا الكتابة واخدة جزء من وقتي، والكتابة يعني انا دلوقتي في مرحلة الريسيرش، يعني قبل ما بكتب اي كتابة او اي مقال لازم في مرحلة البحث، وانا يعني بحب جدا هذه المرحلة، وكنت دايما بفتخر بنفسي ان انا باحثة كويسة. فكل الحاجات دي بتاخد من يومي وبتاخد من وقتي، والتاسكس الصغيرة اللي بعملها دي ما بتحسسنيش بالملل. ويمكن ده حاجة انا نفسي الناس اللي بتبقى قاعدة وتقول زهقانين وتعبانين ومش لاقيين حاجة نعملها، خدوا الموضوع بجدية وفكروا كده، هتلاقوا ان في حاجات كتير قوي حلوة ممكن نعملها. اشوفكم بعد شوية.